الشروق صفحة أولى، المرشد رئيس مصر يجب أن يكون توافقيا، وعلى الجيش والشرطة والقضاء تطهير أنفسهم. توافقيا دي متهيألي توافقيا بالنسبة للجماعة نفسها، لكن مفيش الشعب مش هيتوافق على رئيس طبعا، يعني لا يصدق ان احنا هنتوافق عليها. توافقيا بمعنى ايه؟ هو قصده ايه توافقيا يعني؟ يعني متوافق عليه توافق عام، حاسس عليه توافق عام. ايوه. فمين اللي هيحصل عليه توافق عام في ظل الاسماء اللي موجوده؟ ما فيش حد طبعا هيحصل توافق عام للشعب يعني. فتالي توافقيا دي بالنسبه لتوافق الجماعه نفسها تتوافق عليه بقى يعني. ده وهم قالوا احنا لغايه دلوقتي مش شايفين اي حد من امبارح التصريحات ديت، مش شايفين اي حد من كل المرشحين المحتملين ان احنا هندعمه، احنا مستنيين حد تاني بقى، فاحنا منتظرين المفاجاه بقى اللي هتحصل. في بعض الآراء وبعض الخبراء السياسيين بيقول لك إن الإخوان المسلمين أو الحرية العدالة يعني اللي هو الحزب يعني، هو دايما ما بيفكرش في إنه يبقى هو الرأس أو الرئيس، هو مهم عنده الشعب، القاعدة العريضة يعني. القاعدة العريضة، هو مش مهم عنده إنه يبقى الرئيس مين، إنما مهم عنده هو الشعب. أو وده متهيألي هو اللي بحققه لحد لا دلوقتي. لا، أنا متهيألي إن هو يهمه برضو رأس الدولة، بس مش في المرحلة الحالية. نعم. هما شايفين إن لو هما أخدوا رأس الدولة دلوقتي، حصلوا على المقعد دوت، إن ده هيبقى انتحار سياسي للجماعة، إن الفترة الجاية داخل على فترة قلائل وفترة مشاكل كتيرة. فأي رئيس جمهورية هيجي إن ما كانش فايتر، وإن ممكن الشعب ينزل ويعمل عليه مظاهرات وكده، فهم مش عايزين الحتة دي، هم محتفظين يمكن بقى إيه للانتخابات اللي بعدها. تكون الأمور استقرت شوية بالظبط طبعا وعرفنا نأكل الناس ولو يعني فول وطعمية، طبعا، صح؟ مش فيش اند شيبس. الأخبار صفحة أولى، الطب الشرعي 13 شهيدا ماتوا بطلقات من مسافة قريبة. دي بيأكدوا يعني، ده ما معناه بيأكد ان القوات المسلحة ما ضربتش نار على المتظاهرين، وان ده في برضو الفئة المندسة اللي هي اللي ضربتهم مسافة قريبة من الظهر او من الوش او كده. لكن الجديد المثير فيه ان في مدافع رشاشة إسرائيلية استقر بجثة، جثة واحدة فقط، ومصدره رشاش إسرائيلي الرصاص. فدي اللي كانت غريبة شوية، وطبنجة حلوان او يعني، لا، وفي فايه اللي انا دخل كمان رشاش بعض التصريحات إسرائيلي؟ بتقول انه في الات يعني، الات يعني مسدسات يعني او جنز يعني، مهم يعني مسدس او رمات فرشاش مش موجود في مصر يعني. هل هو مع، ويقول لك ان هو ده اسرائيلي، هو يعني اسرائيل بتصنع حاجة معينة، انا بس عايز افهمها. انا ما اظنش ان اسرائيل بتصنع السلاح الرشاش يعني. ما سمعتش قبل كده ان هي بتصنع ما كلهم جاي اسلحه من امريكا، رشاش. بالظبط، صح؟ كلها مستورده. لا انا ما عنديش لا فكره يعني عن الموضوع ده كلمة خالص. من اسرائيل يعني، الكلمة دي يعني نفسي افهمها، رشاش اسرائيلي يعني ايه رشاش يمكن يكون اسرائيلي؟ متهرب مثلا عن طريق الحدود مع اسرائيل، نعم. احتمال يعني. وانت عارف بعد الثوره والانفلات، وبرضو عندنا سلاح جاي من ناحيه دي، وسلاح جاي من ناحيه ليبيا، من ناحية ليبيا، ناحيه ليبيا، ومن فمن السودان من الوارد تحت. طبعا كل حته من وارد ان يخش اسلحه يعني من جنسيات مختلفه. نعم نعم نتمنى ان احنا نشوف التحقيقات دي اكتر واكتر عشان نفهم اللي قاله المجلس العسكري، اذا كان فعلا يعني في تهديدات من بره. وما اعتقدش انه المجلس العسكري هيطلع يقول ان في تهديد لمصر ويبقى كاذب يعني، دي تقارير ما مخابراتية معظمها، مش يعني بيقولها من احنا نفسه مش يعني. لا انا قصدي برد على الناس اللي هي مش مصدقة يعني، هل يعني الدرجة دي ممكن ان احنا واحد ضابط في الجيش المصري اللي بقاله سنين بيدافع، هل ده ممكن يكون كذاب؟ لا لا يعني طبعا ما اعتقدش ان احنا نقدر نقعد نخون في الناس للدرجة دي. طبعا، لو هو لان في انفلات امني وفي كل حاجة، لكن امن الدولة نفسه بصفة عامة والامن القومي ما انهارش يعني. في تقارير مخابراتية عندنا، في مخابرات عسكرية عندنا، في مخابرات عامة، كل الناس دي شغالة، الناس دي مش نايمة بالظبط. يعني، الناس دي مش نايمة من أول يوم في الثورة، من أول يوم في التحرير، وكل حاجة مرصودة عندهم. فأكيد هما بيعتمد على التقارير ديت، مش أقوال ده مرسلة أبدا. بالإضافة إلى المعلومات برضو اللي قالوها عن إن في ماديات جاية من بره مصر طبعا لأحداث لقلب قلائل مصر. وكده. طبعا طبعا طبعا، ربنا يستر على مصر. الأهرام صفحة 2، أبو مازن يوجه الشكر للمجلس العسكري والحكومة المصرية على دعم الشعب الفلسطيني. ده كان في لقاء الأمس مع المشير حسين طنطاوي، وطبعا هو بيقدم له الشكر على موضوع التبادل الأسرى اللي مصر في ظل كل المحن اللي فيها ديت ولسه شغالة من الناحية الخارجية،
الملف الخارجي بتاع فلسطين وكده ما نسيتهوش، وان الجيش المصري طبعا ده برعايه الجيش المصري والمخابرات المصريه شغالين. الجيش المصري الله يكون في عونه، يعني هيلاقيها منين ولا منين؟ من انابيب شغال، من انتخابات شغال، من كل حاجه شغال، يعني ماسك البلد من فوق لتحت يعني. يعني هل لحد دلوقتي الفصائل الفلسطينية لسه لحد دلوقتي في مشاكل ما بينها؟ اه طبعا مش هتنتهي. يعني احنا مش قلنا في مصالحة حصلت من مش كام من فترة كده، ويعني كام شهر، وان الامور رجعت لمسارها، يعني تبقى يعني الحياة ماشية كويس ولا ايه؟ لا ما هو انا برضه فوجئت عندهم بصراحة ان هم راجعين تاني هنا في مصر عشان لا يقعدوا مع بعض عشان لسه يشوفوا مفيش. حلول للمشاكل. لا يعني ما عندهم تحرير وعباسية برضه هناك عندهم برضه تحرير عباسي بس عندهم التحرير العباسية بقالهم فترة، بالظبط. أو التحرير العباسية عندهم مسلحين. كنت حمساوي ولا فتحاوي والحاجات ديت يعني، صحيح. اهلاوي زملكاوي يعني، بقت العمليه ماشيه كده. أيوه. طيب، يعني هم يعني ما زال لحد دلوقتي هم ما استقروش. لا لا لم يستقروا بعد، لكن في طبعا تهدئه واضحه كتير يعني. هم ما شافوا ان يعني يعني وفي ما اتجاه ان حدش هم عايزين المفروض اعترض. يعملوا انتخابات. لا ما عنديش فكره، انتخابات برلمانيه مبكره مش عارف، لا ما عنديش فكره عن قريت الموضوع. انا في بعض الجرايد ان هو بيفكروا في ان هم يبتدوا يعملوا انتخابات قريبا اه بس في جديدة. بوادر تهدئة كتيرة، وهم سعداء ان يطلع يفرج عن أسرى من اي الجانبين يعني. حتى حماس شاف تصريحات ليهم، شاف تصريحات ليهم في منتهى العقلانية يعني، وسعداء كمان ان ممكن يطلع ناس من فتح، مش لازم من عندنا، من عندنا وعندكم دي حاجة مهمة في الاخر، هو شعب فلسطين. نعم. الأهرام صفحة 2، 15 اتهاما تواجه علاء عبد الفتاح، أبرزها القتل العمد. اتهام صعب جدا، وده اتهام في من ضمن اتهامات القتل العمد ده ارهاب، وديت عقوباتها طبعا يا ريت هو يبرأ نفسه فيها، لان هو في التحقيقات قال انا ما جيتش الا بعد 3 ساعات من بعد الاحداث وما حصلش خالص، لكن في ناس قالت ان هو من ضمن الشهود ان هو كان هناك من بدري، وان هو جابوا التصريحاته اللي كانت على الفيسبوك ان احنا هنقطع ايد الجيش وكده، واستغلوا الموضوع ده، لكن هو قال انا شفت زي الناس كلها، ناس بتضرب في فئه مندسه بتضرب في اقباط وتموت اقباط، لكن انا ما كنتش موجود الا في اخر الوضع خالص. واتمنى ان هو يعني يبرأ نفسه في القضيه ديت. نعم. كثير من كثير من الثوار اللي يعني أخذوهم الأمن، أخذهم وحبسهم وبيدور حواليهم اتهامات كتيرة وتحقيقات كتيرة، كتير طلعوا، كتير معظمهم طبعا طلعوا وروحوا بيوتهم، ما عدا بعض الأشخاص اللي الاتهامات إلى حد ما ثابتة عليهم. جميل، او حاجات بتمس المؤسسه العسكريه نفسها. نعم. هو بالامس برضه حركه 6 ابريل قرينا على الفيسبوك ان في حركه يعني حركه مداهمات ضد مكاتبها، ونتقبض على 13 ناشط من 6 ابريل، ولقوا مولوتوف ولقوا رصاص وكده. بس النهارده سامي الخوري متحدث باسمهم الجبهه الديمقراطيه ل 6 ابريل نفى كل الحاجات دي، وقال لك مفيش حاجه عندنا ومفيش اي حاجه من دي حصلت، ما عندناش اي سلاح ولا مولوتوف وكده. فاتمنى يكون الكلام ده مظبوط. استاذ احمد، متوقع باخر، خلاص احنا خلصنا الصحافه، يعني متوقع اليوم النهارده يبقى ماشي ازاي في ميدان التحرير او في ميدان العباسيه او في اي ميدان تاني خاص بالشعب المصري عايز يقول رايه في اي موضوع؟ وهل هيبقى فيه اعتصام ولا هيبقى مظاهره فقط وبعد كده نروح؟ هو كل ايام المظاهرات اللي احنا شهدناها الفتره اللي فاتت المظاهرات بتنتهي بسلام لغايه بالليل او لغايه تاني يوم الصبح، كل اللي بيحصل بعدها تاني يوم بعدها تالت يوم. فاحنا النهارده انا متوقع انها هتمر برضه بسلام. المشكله في الاعتصامات زي ما انت بتقول، لو حد اعتصم واستمر التراشق او التنحر ما بين الجيش والشعب في الايام اللي جايه، لكن نعم. النهارده انا متوقع انها هتمر على خير المظاهرات انما دي. اذا كان الجيش او الشرطه الاثنين مش هيخلوا الميدان، موجودين هيخلوا الميدان طبعا طبعا، التحرير النهارده ده الطبيعي يعني. ما عدا بس عربات الاسعاف لو في حد عايز اي اسعاف بس ولا هم حاجه. موجودين بقى حوالين مجلس الشعب ومجلس الشورى ومناطق الشيخ ريحان وكده، متقفله خلاص يعني. الاستاذ احمد سامي متولي، صحفي بجريده الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم انا المتشكر حضرتك. ونورتنا، ونتمنى جمعة مباركة وجمعة تكون بإذن الله تعالى سلمية بدون أي مشاكل إن إن شاء شاء الله الله. تعدي على خير شكرا بإذن الله. جزيلا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا، فاصل وراجعين نكمل يومنا، نهاركم إن شاء الله بإذن الله سعيد.